خطوة رقم 3 هو الحصول على الليجند او المركب اللي انت عاوز تعمل له دوكينج داخل البروتين ستراكشر. احنا حضرنا البروتين او التارجت اللي هو الام برو، واخترنا الاوبشن المناسب او الفيرجن المناسب، وعملنا له داونلود وحطيناه في الفولدر اللي هشتغل فيه. ناقص ان انا بقى احضر الليجند. اتفقنا عمليه الدوكينج اصلا هو عباره عن ايجاد الموضع المناسب للليجند داخل الاكتيف سايت بتاع البروتين. فانا حضرت البروتين او التارجت، ناقص لي الليجند او السمول مولكيول. طيب ممكن يكون السمول مولكيول اللي انت عاوز تعمله دوكينج هو حاجه معروفه، يعني انت عاوز تجرب دواء مثلا معروف وعاوز تشوف والله هو بيستهدف البروتين ده ولا لا، او ناتشورال برودكت يعني مركب طبيعي جاي من نبات او جاي من مايكروب واوريدي معروف، عاوز تشوفه والله بيستهدف البروتين ده ولا لا. او ممكن يكون الليجند بتاعك او المولكيول بتاعك هو نيو كومباوند، يعني مركب جديد مش موجود قبل كده، فهتضطر في الحاله دي ان انت ترسمه بنفسك وتحضره. طيب الحاله الاولى لو البروتين، لو الليجند بتاعك اوريدي موجود. يعني ايه موجود؟ يعني موجود في احد المستودعات الكيميائيه، احد الكيميكال ستراكشر داتابيزز، زي مثلا اشهرهم الباب كيم. باب كيم تقريبا دي اكبر موسوعه او اكبر مكتبه او مستودع للمركبات الكيميائيه. فبروح للباب كيم زي برضو فكره البروتين داتا بانك، بدخل على الموقع نفسه او من خلال جوجل بشوف والله اسم المركب اللي انا بدور عليه اذا كان دواء او ناتشورال برودكت، وبعد كده بكتب كلمه باب كيم هيروح مدور لي داخل موقع باب كيم على المركب ده او على الاستراكشر ده. مثلا انا عندي اهو مركب اسمه الريزفيراترول. الريزفيراترول ده ناتشورال كومباوند، مركب طبيعي موجود في نباتات كتيره، اشهرها بذور العنب مثلا، بذور العنب وعصير العنب مليان بالمركب ده. المركب ده انتي اوكسيدنت وليه بيولوجيكال اكتيفيتي كتير قوي، فهو معروف مش جديد يعني. فانا اروح على طول على الباب كيم اكتب ريزفيراترول، بعديها باب كيم هيروح جايب لي الاستراكشر بتاع الريزفيراترول داخل الباب كيم. طيب اروح طبعا عندي كذا ايزومر زي ما انتم شايفين، في الاي ايزومر والزي ايزومر زي ما انت عاوز. الاشهر طبعا الاي ايزومر او المور ستيبل الاي ايزومر، فتدخل على الايزومر اوف انترست اللي انت عاوز تعمل له دوكينج، تمام. و دي معلومات عن الريزفيراترول، كل حاجه بقى عن المركب ده، اللوجيكال اكتيفيتي، الفيندورز اللي هم الشركات اللي بتبيع المركب ده لو انت حبيت تشتريه، سبيكترال اناليسيس بتاعته، كل حاجه، الفيزيكال كاركترز بتاعته او الفيزيكال بروبرتيز بتاعته، كل حاجه زي ما انت شايف كده. طيب انا عاوز ملف بقى في الاستراكشر بتاع الليجند زي ما عملت في البروتين، فممكن اجي هنا من عند داونلود اشوف بس هو ده الاستراكشر اللي انت عاوزه فعلا ولا لا. بعد كده تيجي هنا عند داونلود، عندك كذا برضو امتداد ما فيهمش البي دي بي. خلي بالك في بعض برامج الدوكينج ما بتقبلش غير البي دي بي. البايركس ممكن يقبل الاس دي اف او البي دي بي، بس البي دي بي بيكون احسن. فانت ممكن سيف الاستراكشر بالمنظر ده، سيف اهو، عاوز امتداد الاس دي اف، وكده نزل عندك اهو الاستراكشر الاس دي اف اهو زي ما انتم شايفين. ممكن اشيك الاستراكشر بتاعي مظبوط ولا لا باستخدام البايمول. اتفقنا ان عندي برنامج للفيجواليزيشن والاخراج، ممكن ايه ابص على الاستراكشر من خلاله، افتح البايمول اهو بعد ما سطبته، وتسطيبه برضو سهل جدا مفيهوش حاجه، واروح واخد الاستراكشر ده اشوف والله بالفعل هو الريزفيراترول تمام مفيهوش اي مشكله. طيب لو انت بتشتغل على برنامج ما بيقبلش غير امتدادات بي دي بي، هتقول لي والله اروح كده عامل ايه رينيم واغير الامتداد. لا ما ينفعش، لازم تغير الامتداد بالفعل، انت كده ما غيرتش الامتداد. فتغير الامتداد ازاي؟ فاكرين البرنامج اللي اتفقنا عليه بتاع تغيير الامتدادات الكيميائيه اللي هو الاوبن بابل اهو، تجيب بابل تفتحه تمام اوكي. هنا المخرج وهنا المدخل،
يعني هنا الامتداد الجديد اللي انت عاوز توصل له، وده الامتداد الحالي اللي موجود. الامتداد الحالي اللي عندي الاس دي اف، انا عاوز بي دي بي. طيب في البدايه بحدد انا عاوز اسيف المركب ده فين، او الامتداد الجديد ده فين. شوف المكان اللي انت عاوز داخل على الديسكتوب او وات ايفر، يعني شوف انت عاوز تحطه فين. انا هحطه مثلا في داونلود، اقول له سيف، اقول له ده مثلا ريز في رول، تمام، بس بامتداد ال بي دي بي، تمام، سيف. ده الاول بوت فايل. هنا بختار الفورمات، انا عاوز ايه؟ انا عاوز بي دي بي. عن كل دي الفورماتس اللي ممكن اغير ليها من واليها، يعني انا عاوز امتداد المخرج بتاعي يكون بصيغه البي دي بي اهو، بروتين داتا بانك فورمات، بختار. اوكي، اخترته وحددت المكان اللي هنزل فيه. طيب ده المدخل، المدخل اس دي اف، مش كده؟ اس دي اف، بحددت المدخل اهو اس دي اف، وهختار بقى الملف من هنا. هختار الملف بتاعي اللي انا ممكن هنا ما تلعبش في حاجه بقى من دي، يعني يفضل الا لو انت فاهمها. يعني ممكن هنا بس تحط اد هيدروجين، ميك ات اكسبليسيت، يعني تخليها موجوده. احيانا بعض الاستراكشرز بتبقى ما فيهاش الهيدروجينز، او الايزومرز ما فيهاش الهيدروجين، فممكن تقول له والله اد هيدروجينز. غير كده ما تحاولش ان انت تغير في حاجه الا لو انت فاهمها كويس. طيب هختار من هنا الاستراكشر بتاعي، هو موجود في الداونلود اهو، ادي الاستراكشر، اختاره واقول له والله ايه كونفرت، بس خلاص كده. موضوع بسيط جدا، وكده اصبح عندي الامتداد الايه البي دي اف، تمام. طيب دي حاجه. لو نفترض مثلا ان انا مش او دي طريقه، وزي ما قلت لكم انا عارف المركب بتاعي وهو اوريدي نون ودورت عليه. في طريقه تانية زي ما قلت لكم، لو انا بقى المركب بتاعي ده نيو، انا لسه مصنعه في المعمل او عامل له ايزوليشن من النبات وهو نيو، مش معروف، مش موجود في الكيميكال داتا بيزز دي، ففي الحاله دي هضطر ارسمه. طب ارسمه ازاي؟ باستخدام الكيم درو زي ما اتفقنا في البدايه، احد السوفت وير اللي احنا قلنا محتاجينها في شغلنا، في شغلنا عموما على فكره، في شغل الكيمستري دايما لازم اي حد شغال في الكيمستري يكون البرنامج ده لازم يكون عنده متسطب. وزي ما قلت لكم لو مش موجود عندكم اكتبوا لي بس في الكومنت وانا اتواصل معاك وابعته لك ان شاء الله، ابعت لك الفيرجن بتاعته. طيب ده الصفحه بتاعت الكيم درو. انا بقى عاوز مثلا هرسم الريزفيراترول، هرسمه بنفسي ان شاء الله. هحاول ابقى اعمل لكم برضو حلقه سريعه كده عن برنامج الكيم درو والامكانيات بتاعته وطريقه استخدامه، بس على قد الحلقه بتاعت النهارده هنشوف ازاي هرسم الريزفيراترول. ادي حلقه بنزين، سنجل بوند سنجل بوند سنجل بوند، طبعا بتاخد الاي كونفيجريشن او الترانس كونفيجريشن، وبعد كده حلقه بنزين تاني. لو انا عاوز ارسم الاي برضو بحددها، مفيش مشكله، زي قصدي، او السيستر كونفيجريشن، بحدد زي ما انا عاوز. وبعد كده هنا في دبل بوند، وعندي هنا هيدروكسيد جروب، تمام. باجي هنا اهو اكتب، هنا بعلم عليها اكتب او اتش، وهنا عندي هيدروكسيل جروف في الوضعيه دي وفي الوضعيه دي، واروح كاتب عليها. طبعا لو ما كتبتش هي اصبحت ميثل، دي ميثل جروب، لكن انا عاوز اخليها او اتش جروب فينوليك، وهنا او اتش جروب برضو. كده انا رسمت مين؟ الريزفيراترول، رسمته بايدي باستخدام الكام درو. طيب ده ال 2 دي ستراكشر، رسمه ثنائيه الابعاد، بس انا لما هتعامل مع المركب ده هتعامل معاه بشكل ثلاثي الابعاد، فانا لازم اسيفه عندي ويكون بصيغه ثلاثيه الابعاد زي ما انا نزلتها من الباب كيم كده. فانا عاوز اسيفها بصيغه ايه؟ بصيغه البي دي بي بقى على طول، مش عاوز اس دي اف. اعمل الكلام ده برضو من خلال الكيم درو، ولكن هدخل على حاجه اسمها الكيم 3 دي اهو، بجيبها من هنا فيو واقول له والله شو كيم 3 دي هوت لينك، هيفتح لي المركب ده، لكن هيدخلني على نافذه ثانيه داخل الكيم درو برضو اسمها كيم 3 دي، بتتعامل مع مركب بس بشكل 3 دي. افتحها بالمنظر ده اهو،
بس وقت شويه. طبعا ده بيعتمد على امكانيات الجهاز بتاعك. ادي فتح الكيم 3 دي اهو بالظبط كده، ده لو انا عاوز احركه يمين شمال فوق تحت. الكوره دي لو انا عاوز احركه في نفس المكان، بس اجيب بقى الايه اعمله روتيشن يعني في المكان زي ما انتم شايفين. ده شكل 3 دي للشكل الثنائي الابعاد اللي انا رسمته في الاول اهو، تمام. طيب عاوز اسيفه بقى. قبل ما اسيفه، وعلشان كده انا دايما بحبذ او بفضل ان انت تحضر الليجند بتاعك او ترسمه من البدايه اصلا حتى لو هو موجود في كيميكال داتابيز. ليه؟ علشان تعمل خطوه مهمه قوي اسمها الانرجي مينيمايزيشن، تخلي الاستراكشر بتاعك واخد وضعيه يكون فيها اقل طاقه، الجراوند ستيت يعني اقل طاقه ممكنه للاستراكشر بتاعك. فالشكل ده هل يا ترى الشكل ده هو الاقل طاقه بالنسبه للمركب؟ لا، فانت بتعمل كالكوليشنز وتيجي تعمل هنا ايه MM2 energy minimization، في MMF F94 بس يعني ده اسرع شويه energy او minimize energy اهو، تقول له ران. هيبتدي يحسب ويعمل زي simulation كده لحد ما يوصل للجراوند ستيت او اقل طاقه ممكنه ممكن ياخدها المركب ده اهو بالمنظر ده. لما انا كنت بنزله من الباب كيم كان بينزل لك راندوم اورينتيشن من غير عمليه الانرجي مينيمايزيشن. فانا افضل ان انت اي ليجند هتستخدمه ترسمه الاول على الكيم درو وتحوله ل 3 دي ستراكشر زي ما انت شفته كده، وتعمل خطوه الانرجي مينيمايزيشن. ده هيديك نتائج احسن في الدوكينج. وتقول له والله بقى هنا فايل سيف از، سيف كوبي از، وتحدد بقى الامتداد اللي انت عاوزه. زي ما اتفقنا حاول دايما يكون امتداداتك البي دي بي، لان ده الامتداد الشهير او الاشهر، وكل تقريبا السوفت وير بتاعت السيموليشنز وبتاعت الدوكينج بتقبل الامتداد ده. وتقول له والله سيف، شوف بقى هتسيفه فين، شوف بقى هتسيفه فين، في الديسك توب ولا فين، تقول له سيف وخلاص على كده، تمام. طيب هو انا ممكن لو المركب بتاعي معروف، كلمنا كده برسمه، لو انا لسه محضره في المعمل وهو كومباوند جديد نيو كومباوند. طيب ممكن لو هو معروف برضو ارسمه على الكيم درو بس بشكل اسرع، علشان تعمل خطوه الانرجي مينيمايزيشن، برضو من الباب كيم. انا عملت هنا داونلود مباشره للاستراكشر، لا انت ممكن بقى تيجي تاخد السمايلي كود بتاعه اهو، هتلاقي هنا لما تنزل شويه مجموعه اكواد في الانكاي كود والايوباك نيم والانكاي كي كود وفي السمايلي كود. السمايلي كود في منها نوعين، كانونيكال وفي ايزومريك. الكانونيكال كود ده بيرسم لك الشكل من غير ما يضع في الاعتبار الستيريو ايزومرز، زي مثلا في الدبل بوند الاي والزي، ولو عندي ستيريوجينيك كاربون الار والاس، ما بياخدش في الاعتبار الكلام ده كله. لكن لو انا عندي مركب زي الريزفيراترول كده في ار واس، في سوري زي واي، فاخد الايزومريك سمايلي بيرسمه بالشكل المظبوط. اخد الكوبي بالمنظر ده واجي هنا على الكيم درو، همسح ده بقى كده خلاص مش عاوزه. اجي على الكيم درو، مش هدوس بيست بقى، هدوس بيست سبيشال واقول له والله حط لي السمايلي سكود اللي انا اخدته كوبي واحوله لي الى ستراكشر بالمنظر ده اهو. ومن هنا على طول تعمل خطوه الفيجواليزيشن 3 دي وتعمل انرجي مينيمايزيشن وعلى طول سيفه بي دي بي مباشره. انا بفضل الخطوه دي ليه؟ لان انت بتبقى مطمن الاستراكشر بتاعك، عامل له شيك اب زي ما انتم شايفين، شايفه قدامك مظبوط، عاوز تغير فيه ممكن تغير فيه من هنا، وبعد كده تعمل خطوه الانرجي مينيمايزيشن وتسيفه بالامتداد اللي انت عاوزه. خلاص يا شباب، فدي خطوه الحصول على الليجند او تحضير الليجند او رسم الليجند زي ما اتفقنا، سواء كان الليجند بتاعك او المركب ده هو معروف او هو نيو كومباوند. عرفنا ازاي هتعامل معاه في الحالتين.